بالنسبه للابلكيشن بتاعت السي تي، لا الحقيقه ابلكيشنز انتشرت الحقيقه، بقت كتير قوي دلوقتي. بقينا نقدر نبص بيها على مش بس على الاناتومي، نقدر نبص بيها على الفيسلز، بلاد فيسلز، هنا بنحقن صبغه ونقدر نصور الجسم كله بقى، ونقدر نطلع في الاخر حاجه تبقى شكلها فوليومتريك، يعني نطلع سلايسز بقى من الكلام ده نقدر نشوفها بشكل واضح، يعني نطلعها بشكل فوليومتريك. يعني هنا اكشولي احنا عاملين ريكونستراكشن للفيسل بشكل فوليومتريك، يعني دي ما هياش حاجه عباره عن بروجكشن ايمج، لا دي عباره عن حاجه جايه من السي تي، ممكن نطلع اكشولي 3 دي ريكونستراكشن للاجزاء اللي احنا محتاجينها في الجسم من السي تي. نطلع برضو للكولون، نقدر نعمل فيرتشوال كولونوسكوبي زي ما احنا شايفين هنا مثلا، ده فيرتشوال كولونوسكوبي، يعني بن اكواير صوره الكولون، بنحط فيه طبعا ممكن نحط فيه صبغه ونصوره، وبعد كده ممكن يعني عاده ممكن ما يحتاجش بالنسبه لل حسب الابلكيشن طبعا، ممكن ما يبقاش فيه احتياج للصبغه، بس النقطه ان احنا في الاخر بنطلع فوليوم في الكولون، وبدل ما الطبيب يحتاج عشان يبص على البوليبس الموجوده، بدل ما يحتاج يبص على اللي هي الاماكن اللي فيها اورام صغيره بتبقى موجوده بدايات اورام بشكل ده كده، ممكن اكشولي السوفت وير ياخد الفوليوم ويعمل فيه، يعني بدل ما الطبيب هو يبص بعينيه، اكشولي هو يديتكت الاماكن اللي زي كده ويعرضها للطبيب بشكل ملون بشكل ده كده عشان يعمل عليها فيرذر تشيكنج. يعني هنا مثلا هو هنا عارض على حاجه، هنا داخل باندوسكوب، مش داخل بقى بيصور بسي تي، هنا داخل باندوسكوب، واضح جدا ان الحاجه اللي عملها دي عملها ديتكشن بالسي تي فعلا في نفس المكان، وفعلا تقريبا نفس الشكل اللي احنا شايفينه هنا، نفس الكلام هنا برضو الحقيقه. يعني هنا بدل ما ندخل باندوسكوب، احنا هنا ممكن ناخد السي تي والطبيب يستعمل بقى السوفت وير الموجود عليه علشان يعمل يعني كمبيوتر ايد دايجنوسيس للحاجه اللي موجوده عنده في الايه؟ في الكولون. نفس الكلام الحقيقه، نقدر نصور القلب ونعمله 3 دايمنشنال يعني ريندرنج، ونقدر احنا نشوفه بقى وهو بينبض في الكلام ده، نقدر نعرضه كفيديو ونقدر نشوف الحركه بتاعته، ونقدر نديتكت اذا كان في اي مشكله في العضله بشكل يعني يعوق الحركه بتاعتها، نقدر نعمل ديتكشن من خلال السي تي فيديو من هنا. نفس الكلام نقدر نبص على المخ، طبعا الابلكيشنز كتيره جدا في المخ طبعا، تقدر نقدر نستعملها ونقدر نديتكت اذا كان في مثلا اماكن فيها مشاكل في الاوعيه الدمويه او اماكن فيها اورام او حاجات زي كده. والحقيقه السي تي بيتميز ان هو من اكثر الطرق التصوير دقه في قياس، يعني واحنا بنقيس اي مسافات السي تي يعتبر من افضل الحاجات اللي بتقيس لنا المسافات في التصوير الطبي. يعني لو قارناها بالالترا ساوند، الالترا ساوند الحقيقه فيها مشاكل كبيره بالنسبه للجيومتريك اكيورسي، الام ار اي في الاماكن اللي فيها مثلا يعني سسبتيبلتي ارتفاكس بنلاقي ان فيها مشاكل برضو، اللي هي حاجات الاماكن القريبه من الهواء او اماكن قريبه من العظم او حاجات زي كده، بيبقى في برضو بعض المشاكل اللي بتعوق الجيومتريك اكيورسي فيها. السي تي الحقيقه ممتاز جدا في النقطه دي. فالابلكيشنز الحقيقه بتاعت السي تي بقت الحقيقه منتشره جدا، وكلها طبعا جت نتيجه ان دلوقتي الهيليكال سكاننج بقى سريع جدا، ويقدر يعمل لنا ريل تايم سكاننج، يقدر يصور لنا القلب يعني بريت سريع جدا، يسمح لنا نشوف التفاصيل بتاع الدوره الدمويه في شكلها عامل ازاي بالظبط. وطبعا ابلكيشنز ثانيه طبعا اللي هي زي الكولونوسكوبي، زي الحاجات اللي زي كده طبعا برضو مهمه جدا في الوقت الحالي.